وسهلا ومرحبا بكم يا سادة يا كرام في هذا اللقاء الأثيري المباشر والمبارك عبر أثيري إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من هذا البرنامج المبارك، برنامج قبل الظهيرة إلى حدود منتصف النهار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الكرام الذين التحقوا بنا إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع إن شاء الله جمع مبارك، جمع مرحوم، وأن يجعل هذا الدقائق إن شاء الله دقائق خير وبركة ورحمة وسكينة وطمأنينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفنا بخيره وأنواره وبركاته، وأن يلهمنا السداد والرشاد والصواب إنه على ما يشاء وقدر. أخي الكريم وأختي الكريمة، البارح كنا بدينا الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، لكي يقول فيها الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شنو بالك أخي الكريم وأختي الكريمة، البارح ما كناش كملنا، شنو بالك أننا نحاول نوقف مع هذه الآيات اليوم أيضا إن شاء الله، ونحاول نكملها، يعني نوع من التدبر في القرآن الكريم. الله تعالى كيقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالهدف من قراءة القرآن وتلاوة القرآن هو أن الإنسان يتدبر هذا المقروء، وكيحاول يفهم شنو بغى الله تعالى يقول، شنو الرسالة ديال سيدي ربي سبحانه وجل في علاه. وقلنا غير ما مرة بأن الهدف من القرآن الكريم ماشي التبرك، ماشي تنقراوه من أجل نيل الحسنات فقط بكل حرف حسنة أو 10 حسنات، وإنما الهدف هو أن نشغل به عقولنا، الهدف أننا نفكر فيه ونتدبر فيه من أجل أن ننزله في الواقع، أن نعمل به، أن نطبقه. فإذا كنا لا نعمل بالقرآن ولا نطبق القرآن فكتكون في حال شي واحد عطيتي شي رسالة وقلتي لي وكتبتي لي فيها كتوصي شي وصية، أك ربما من الأمور في شي منطقة بعيدة ما تقدرش أنت تكون فيها، وقلتي بأن عندي واحد الصديق ديالي ولا واحد الأخ ديالي ولا شي واحد من العائلة كاين تما في ديك المنطقة، ايوا وكتبتي ليه، بغيتك الله يخليك دير لي هاد القضيه وتصيب لي هادي وتوجد هادي ودير هادي وتعطي لفلان القد والقد وفلان خذ من عنده الامانه لفلان فلانيه وكذا وكذا. فتخيل ان هذاك الانسان ياخذ هذيك الرساله، نقولوا احنا راجل مزيان وتسلم الرساله وفتحها وداك يقرا، راجل مزيان، حيت كاين اللي ما بغاش يقرا الرساله اصلا. يا ناس مسلمين اخي الكريم اختي الكريمه، نسال الله السلامه والعافيه، كاين اللي ما عمره قرا القران للأسف. رسالة دي الله تبارك وتعالى هاي معاه، كيدوز في المكتبات كيبان لي المصحف محطوط، تسمع الكل شيء ما يسمعش القرآن، تقرأ كل شيء وبغي يعرف كل شيء ولكن القرآن ما بغيش. نسأل الله السلام والعافية، معارض عن القرآن الكريم. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، الله يرد بنا جميعا إلى القرآن. فتخيل بأن هذا الإنسان يعني راجل مزيان فيه الخير وحل ديك الرسالة وبدك يقرأ، ولكن قراها وقال الله والله إلا أسلوب رائع عجيب زوين هذا الأسلوب، هذا السيدة تكتب هذا أسلوب رائع، تعرف يكتب، يا سلام، وتالخط تبارك الله غزال هذا الخط، ما شاء الله على خط الله، عرفتي دابا هذه الرسالة هذه في الحقيقة ما قراتش، دابا أنا قريتها ولكن ما قراتش، نسمعها من عند شي واحد عنده شي صويت زوين، الله داك السيد كان عارفه عنده واحد الحليق اقراها ليا ينغمني ونعطيه ديك رسالة، عافاك قرا لي شنو بغات السيدة، قرا لي نسمع، وفيما تيبدا يقرا لي الله على صوت، الله على حلق ما أجمله،
يا سيدي والسيد ما صيفطش لك الرساله باش تبقى تقراها وكذا، صيفط لك الرساله باش تفهمها، وملي تفهمها تنزلها في ارض الواقع تعمل بها. فهذا الشيء اللي بغى الله تبارك وتعالى، ولكن باش تعمل يجب ان تفهم اولا. وسيدي ربي دعانا الى التدبر، لان ما حدك تتفكر في القران وتتدبر في القران، ما حد يزداد إعجابك بالقرآن وتعلقك بالقرآن وحبك للقرآن والرغبة في أنك تعمل بالقرآن، لأنك تشوف بأنه راه فيه الخير. وهذه الأمور اللي الله تبارك وتعالى طلب منك، وخا كتبان لك ظاهريا بأنها قيود وتدير لك حدود، ولكن هذه هي قمة الحرية. وخا تبان لك بأن إلا طبقتي داك الشيء، حيت الشيطان كيجي تيوسوس لينا ياك، تبدي تعطينا شي أوهام، يوهمنا بأن إلا بديتي كتطبق القرآن، القرآن في جهة والحياة في جهة، القرآن في جهة والسعادة في جهة. بغيتي تطبق القرآن وتعمل بالقرآن، ستعيش فقيرا، ستعيش شقيا، ستعيش محروما، غادي تعيش بوحدك، وغتعيش مكرفص، وغتعيش معذب، وغادي كاين واحد الفكرة تتسلل العقول بأن بغيتي السعادة، بغيتي الفرحة، بغيتي النشاط، بغيتي تعيش الحياة المزيانة وتكون مزيان ومقاد وأمورك مزيانة، خصك تعيش الحياة كيف بغيتي. إلا تطبق القرآن والدين وكذا، غادي تعيش في البؤس، وغتعيش في الشقاء، وغتعيش في الحرمان. وفكرة هذه لا أساس لها من الصحة، العكس هو الحاصل، العكس هو الواقع. لذلك الله تعالى في سورة النحل، أخي الكريم أختي الكريمة، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مراها مباشرة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شنو تفهم؟ شنو بالك؟ تكلم على الحياة الطيبة وتكلم على قراءة القرآن، شنو تفهم؟ شنو بغى يقول لك الله تبارك وتعالى؟ وشوف هاد الآية هذه فين جات؟ جات في سورة النحل. النحل شنو كيعطينا؟ كيعطينا العسل. بغيتي حياتك تكون عسل؟ هي الحياة الطيبة، ياك؟ الحياة الطيبة هي العسل. حياتك تكون حلوة، تعيش الحلاوة، تعيش الحلاوة في حياتك، عسل، ماشي غير شهر واحد أيام كلها، الأعوام كلها تكون عسل في عسل. حياة طيبة شنو خاصك؟ خاصك القرآن. ياك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. هذه الأترجة شنو هي؟ من الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. الأترجة واحد النوع فاخر أخي الكريم أختي الكريمة من التفاح، واحد شكيل ديال التفاح ملكي، وهذا التفاح هذا فيه واحد الرائحة زكية جدا، ومنظره رائع، وطعمه أروع. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيشبه هذاك المؤمن اللي كيقرأ القرآن وكيحفظ القرآن في حال هذا، يعني طيب حلو حلو. فإذا من أراد الحياة الطيبة فعليه بالقرآن. بل أكثر من هذا أخي الكريم أختي الكريمة، سولوا الناس اللي كيديروا تدبر القرآن الكريم، يعني ملي كيبدا يقرأ القرآن وتيجلس مع كل حرف وكل كلمة وكل آية، وكيبقى يفكر فيها، ما تيقراش ديك القراية ديال الزربة غادي زربان باش يكمل السلكة، لا، كيوقف وكيفكر وكيتدبر وكيخمم في ديك الآية شنو بغى الله تعالى يقول، ويتيربط هاد الآية مع هاد الآية ومع هاد الحديث وكذا.
فهذيك اللحظة اللي هو كيمارس هاد الفعل هذا ديال التدبر كيحس بواحد السكينة، بواحد السعادة، بواحد الانشراح في الصدر، وما تيقتنيش جرب جرب ديرها. كتقرأ القرآن وكتجري ما تقاش تجري، جلس دقة دقة، خذ الآية وبشوية عليك وبقى تفكر فيها وعطاها الوقت، ستجد واحد الحلاوة لا مثيل لها، بل يقدر يولي عندك هذا النوع من الإدمان، أنك تولي تجلس تشد القرآن تبقى تشوف فيه وتبقى تتأمل. فإذا تدبر يعني هذا أمر الله تبارك وتعالى طلبه منا، بل ماشي طلبه وصلنا عليه. ماشي تدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. صافي القلوب مسدودة، قلب مسدود، ما تيشوف ما تيسمع ما تيحس ما تيحرس، مسدود. الله تعالى يدعونا إلى تدبر القرآن والوقوف مع آياته، مع آياته. من هذه المنطلقات كاملة احنا يا كنحاول إن شاء الله أن نوقفوا مع هذه الآيات، هذه عفوا اللي هي في سورة آل عمران، في الأخر دي سورة آل عمران، واللي كيقول عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يعني سيقول لك شوف هذه رد بالك من جيش تقرأ هذه الآية، هذه وقاف معها وتدبر فيها وتأمل فيها وتفكر فيها، وهي أصلا تتكلم عن التفكر. نأخذ فاصل قصير يا كرام ثم نلتقي بعده مباشرة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، كنا البارح بدينا يعني شوية ديال التدبر في الأواخر ديال سورة آل عمران، وكنت وعدتكم أن اليوم إن شاء الله نكملوها إن شاء الله تعالى، والآيات اللي تنتحدث عليها هي الأواخر ديال سورة آل عمران. بصراحة 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 أنا أمنيتي أن الناس اللي كتسمع اليوم واللي كتسمع الآن واللي غيسمع هاد الكلمات هذه، أمنيتي ورجائي أن هاد الآيات إن شاء الله ملي نقراوها ونتدبروها ونفهموها ونحاولوا يعني نستنبطوا منها شنو بغى الله تبارك وتعالى يقول لنا، أمنيتي أتمنى أن الواحد يقبضها، رها أعتقد جزء صفحات أو صفحة ونص، الواحد يقبضها ويحفظها بدي يتمتع بها في الصلاة، وهي في الحقيقة تقريبا نص ديالها دعاء. يعني حفظتيها الواحد غير قراته بأنه عنده واحد، اسمح لي الكلمة، عنده واحد الباجاج ديال الدعاء، عنده واحد دعاء محفوظ، يعني فيها أدعية وأدعية غزالة بزاف، أدعية رائعة جدا. وشي مرة كنا كنتحدثوا على سورة آل عمران وقلنا بأن الفكرة الرئيسية اللي كتدور عليها سورة آل عمران، الفكرة العامة ديالها والفكرة المحورية والمركزية ديال هاد السورة، كتتكلم على التبات ياك. فغتلقى بأن كل الأحداث اللي سيدي ربي ذكرها في هاد السورة هذه، والقصص اللي جابوا الناس اللي دعوا عليهم، القاسم المشترك بيناتهم هو التبات. فمن تتكلم مثلا على غزوة أحد، يعني وفي الصورة تعليق كبير على الأحداث ديال غزوة أحد، سالات الغزوة وفيها مجموعة من الدروس ومجموعة من العبر، فسيدي ربي نزل سورة آل عمران يعلق على هذه الغزوة هذه، كأنه كيعطي الكونت روندي ديال ديك الغزوة، ها التفاصيل، ها علاش وقع لكم كذا، علاش، والسبب اللي خلى المسلمين أنهم ينهزموا في هذيك الغزوة إن صح التعبير، أنه ما وقعش ثبات، لم يثبت الناس اللي وصاهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم باش يبقوا في الأماكن ديالهم وما ينزلوش من ذاك الجبل، ما ينزلوش باش ياخذوا الغنيمة، قال لهم تبقوا في الأماكن ديالكم وتبوتوا حتى نعطيكم، أنا اللي قلت لكم بقوا هنا ما تنزلوا حتى نقول لكم نزلوا،
فهما ملي شافوا بأن الجيش ديال العدو انهزم وشافوا الغنائم يعني طاحت في الأرض، فقالوا مشو حنا الأولين ناخذ داكشي نختاروا من الغنائم، فلم يثبتوا. فسيدي ربي كيتكلم في هاد على مدار هاد الصورة هادي كيتكلم على الثبات. وكانت مناسبة أنه في الأواخر ديال الصورة سيدي ربي يعطينا واحد الساروت، مفتاح من أعظم مفاتيح الثبات اللي هو الدعاء. مختومة الصورة بالدعاء، ربنا 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 ربنا، كأن الله تبارك وتعالى يقول لكم تريد أن تثبت، أعطيتك مجموعة من المفاتيح في سورة آل عمران، ما كاينش غير الدعاء، مجموعة من المفاتيح، ولكن أنا غادي نختم لك بآخر واحد وأهم واحد هو الدعاء. عليك بكثرة الدعاء، بل غتلقى في الأول ديال الصورة، في الصفحة الأولى ديال الصورة غتلقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ثبت. وفي الأخر ديالها ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ربنا فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة، إلى آخر. ثبات، كل كسيد ربي ثبات. كاين مفاتيح أخرى ذكرها الله تبارك وتعالى في الصورة تعين الإنسان على الثبات. صورة آل عمران كاين فيها تقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تقول لك الله تعالى بغيتي الثبات وعندك مشي تدير شي حاجه بوحدك، وتبقى باغي دير فكره ديالك بوحدك، وباغي تشد مذهب بوحدك، وباغي دير طريقه جديده ديالك في الدين بوحدك، وتنعزل على الناس ودير شي حاجه ديالك بوحدك. لا، خليك مع الناس، خليك مع الجماعه، يد الله مع الجماعه، خليك مع المؤمنين، خليك مع الناس الصالحين، جمع ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا. الصحابة يعني هذوك اللي نزلوا من الجبل راه خرجوا من يعني قالوا احنا أذكياء، احنا تنفهموا، فنزلوا بغوي. فسيدي ربي تيقول لا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وغيرها يعني الواحد ملي تيبدا يقرا وكذا كيبدا يتدبر، تيبدا يبان ليه شي مجموعه من الاشياء. فالشاهد اخي الكريم اختي الكريمه ان الله تعالى كيقول، وشوف في الاخر ديالها، ان في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. بغيتي الثبات عليك بكثره ذكر الله تعالى، وهذاك الذكر تلقائيا سيقودك الى التفكر. الإنسان الذي يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا سيدي ربي كيحيي ليه القلب دياله، فملي تيحيي القلب تيبدا كيلاحظ، عينه كتولي كتشوف، ودنيه كتولي كتسمع، تيحيي الحياة الحقيقية، فكيولي كتبان ليه الآيات ديال الله تبارك وتعالى. لذلك أخي الكريم أختي الكريمة تقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، هذا من الزهاد والعباد الصالحين، إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. أي حاجة كتوقع لي كنولي كنشوف فعل الله تبارك وتعالى، كنولي كنشوف فعل الله تعالى، ما تبقاش إنسان غافل عغادي، تشوف بأن الله تعالى يدبر أمره، تشوف بأن الله تعالى يسيره في البر والبحر، كيشوف دروس. إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وتقول واحد آخر سميته ابن عوف، الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب خشية. يعني هذاك الإنسان الذي يتفكر ما تبقاش غافل. ونقول لك واحد الحاجة، من أصعب العبادات ومن أعظم العبادات ومن العبادات اللي كتعطي المفعول ديالها، شي ممكن الإنسان يبقى يصلي بزاف ويدير قيام الليل بزاف ويصوم بزاف وما يكونش عنده تأثير في القلب، ولكن راه يجلس دقيقة واحدة يتفكر، هذيك الدقيقة ديال التفكر تخدم عليه شهر ديال العبادة. دقيقة واحدة ديال التفكر، دقيقة ديال التفكر الإنسان يتفكر، لأن
السرخ الكريم دائما حنايا كان دائما الانسان ينطلق من الامور دائما كتبدا من الداخل وعاد كتبان على برا. فهاد المساله ديال التفكر هي واحد الامر اللي هو باطني. انسان يعمل الفكر ديالو كيبدا يتفكر وكذا. فملي في بعض الاحاديث ان تفكر ساعه شي حاجه بحال هكذا يعدل قيام ليله، لانه ما سهلش، انا ماشي غير جبت تفكر. وملي تفكرتي وعشتي ديك الحاله ديال التفكر، سيدي ربي تيخلق لك واحد الايمان في قلبك اللي تيخلي ان مجموعه من العبادات كتولي سهله، وكتولي كديرها بواحد بطريقه جديده، وكديرها بواحد الحيويه، وكديرها بواحد الشكير، بواحد الخشوع، بواحد الحضور مع الله تبارك وتعالى. على اي الان خصنا نقدموا القران الكريم بعد الحصه القرانيه، نعود ان شاء الله الى هذه الايات البينات من سوره ال عمران. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، انتم معنا عبر اثير اذاعه محمد السادس للقران الكريم من الرباط من خلال نافذه برنامج قبل الظهيره الى حدود منتصف النهار. اذا اخي الكريم اختي الكريمه، ما زلنا مع الايات الاخيره من سوره ال عمران، بديناها امبارح واليوم ان شاء الله نحاول نكملوها. اذا قلنا بان الله تبارك وتعالى نتكلم على خلق السماوات والارض، ودائما اخي الكريم اختي الكريمه خذها قاعده، ملي تقرا في القران خلق تقرا السماوات والارض، فالله تعالى يقصد الكون، ما تيقصدش يعني هاد الارض اللي احنا عايشين فيها فقط وهاد السماء اللي كنشوفوا فيها، وانما يقصد الكون. فتيقول لك الله تعالى السماوات والارض، فبمعنى الكون، يعني هذا الكون الفسيح اللي خلق الله جل في علاه. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. وقلنا البارح بان كاين العقل وكاين اللب، فكل لب عقل وليس كل عقل لب. قلنا اللب تعرفوا سادتنا اهل اللغه وكيقولوا بانه العقل الخالص من الشوائب، يعني العقل الخالص. شوف اللب ديالو واحد الحاجه هي الداخل ديالها، كاين اللب وكاين القشور. والعبرة دائما أخي الكريم أختي الكريمة باللب ماشي بالقشرة. تخيل صفت ولدك تقول لي عافاك سير جيب لي واحد كيلو ديال جلوفة البنان، قشرة البنان، ما عندها ثمن، ما كيتكالوش. شنو تناكلو في الفاكهة؟ تاكل الوسط ديالها، اللب ديالها، ياك؟ الوسط ديال هذاك هو العبرة به هو. فالعبرة ماشي بهذا الجسد، ماشي بهذا الكسدة، ماشي باللباس، ماشي بكذا، العبرة وماشي تب بداك اللب ديالك، واش عندك لب ولا ما عندكش لب. لذلك سيدي ربي شنو قال؟ لآيات لأولي الألباب، يعني راه اللي كيتأملوا في الكون واللي كيتدبروا في الكون واللي الكون كيوصلهم المعرفة الله تبارك وتعالى، هادو هما الناس أولي الألباب. شنو الأوصاف ديالهم؟ سيدي ربي تيقول لنا الأوصاف ديالهم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قلنا بأن الحالات ديال الإنسان في اليوم ديالو كاينة ثلاثة، ما كايناش الرابعة، يا إما تيكون واقف كيتمشى ولا كذا، يعني كيكون واقف على الأرض رجلي على الأرض، يا إما كيكون جالس، يا إما كيكون ناحس. فربي ملي تيقول لنا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بعبارة أخرى يذكرون الله على طول. إلا ما كانش كيذكر باللسان راه يذكر بالقلب، يعني على طول متصل بالله تبارك وتعالى، على طول متصل. واللي مشى تذق الحلاوة ديال الاتصال بالله تعالى وذكر الله تبارك وتعالى، والله العظيم لا يعني صافي سيولي كيحكي لي شي واحد من الأصدقاء ساكن يعني في واحد المحل وخدام في واحد الموضع اخر في نفس المدينه، وعنده تقريبا يعني يدوز من وسط المدينه ومدينه كبرى، وكاين يعني زحام شديد في الاوقات ديال الذروه، يعني راه في السياره ديالو باش يمشي يوصل للخدمه ديالو عنده واحد ساعه ساعه ونص،
في المشية وساعة وساعة ونصف رجع، يعني عنده واحد 3 سوايع يوميا. هادي غير ديال الطريق. قال لي كنت شحال هادي، كنت هاديك الوقت اللي كندوز تما كندوزو بالعصب وكندوزو بالغديد وكنبقى نتنقل من هاد الإذاعة لهاد الإذاعة، من هادي لهادي من هادي لهادي، كنت نعيش واحد الضغط واحد كذا. ملي الله تعالى بغى يرحمه وبغى يكرمه وبغى يتهلا فيه أطلق لسانه بذكره، تيحلف ليا تيقول ليا وليت في هذيك المدة اللي أنا في الطوموبيل تندير 1000 ديال الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكندير 1000 ديال لا إله إلا الله، وكندير 1000 ديال سبحان الله والحمد لله. قال لي وتنراجع شي بركة ديال القرآن حافظة. قال لي ما تخيش، قال لي وليت كنتسنى، أنا ولات عندي هذيك اللي كانت عندي معاناة، قال لي وليت كنتسناها بفارغ الصبر، هذيك هي لقيت الحلاوة ديالي اللي كنلقى راسي بوحدي. قال لي ما تندير حتى حاجة في الطوموبيل. قال لي وعايش مع الله تبارك وتعالى. قال لي زمان، قال لي عندي ديك نقطة سوداء في اليوم، يا لطيف عاوتاني داك لومبوطياج، يا لطيف عاوتاني. قال لي تبدلت حياتي. قال لي وليت كنتسنى، قال لي عندي واحد السابح ديالي شاد الحساب ديالي غادي 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 دقا دقا، قال لي تيوقف في الضوء الحمر، ما عندنا مشكل بلوكي الطلاق، ما عندنا مشكل، لا خلينا. قال لك وحاس بواحد السعادة واحد الطمأنينة، وبزاف الناس يديروها، واحد العدد ديال الناس اللي الله تعالى بغى بهم الخير ستلقاها هذيك المده اللي هو جالس في السياره ديالو راه تيغنم مع راساتو. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يعني دائما الذكر، كثره الذكر مقرونه بالفكر، ياك ذكر 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 ذكر، هذا الذكر هذا خلى فتح العيون وفتح الاسماع وخلى الانسان يعني انسان اخر ولا يتفكر. فالتفكر ديالو مسلم لواحد الحقيقة، شنو هي؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هادشي اللي خلقتي يا ربي راه ماشي عبث، ونسألك يا الله أنك تنجينا من النار، فقنا عذاب النار. شوف بكثرة أنهم راه ناس مؤمنين وناس صادقين وناس صالحين، ومع ذلك راه ما فيهمش الغرور، ما تيقولش أنا قطعت الواد ونشف رجلي، مازال خايف، فقنا عذاب النار. يعني كثرة الذكر وكثرة العبادة خلات الخوف يزيد يكبر في القلب. لذلك في سورة المؤمنون سيد ربي يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. فأمنا عائشة قد سمع قلوبهم واجلة، قالت لي يا رسول الله هادو واش اللي كيسرقوا اللي كيزنوا؟ قال لا، قال هادو اللي المؤمنين والذاكرين والخاشعين قائمين وكذا. العلاقة مع الله تعالى عجيبة، محدك تطيع أكثر محد الخوف يتزاد فيك، ومع الخوف كاين الرجاء في نفس الوقت، سبحان الله. وهذا الشيء ممكنش يكون مع المخلوق، يكون مع الخالق سبحانه وجل في علاه. ومحدك تتخاف من الله محدك تتقرب منه أكثر، ومحدك تتعبده أكثر محدك تتخاف منه أكثر. فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يا ربي راه اللي دخلتيه النار ذل ما بعده ذل وهوان ما بعده هوان. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يا ربي راه ما قادرينش على النار، يا ربي ما تحشمناش، يا ربي ما تعذبناش، يا ربي لا تخجلنا بين يديك. شتي أخي الكريم أختي الكريمة، قد هذا الإنسان هذا أعطاه الله تعالى امتيازات كبيرة 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 كبيرة. أولا خلق ليه الكون كله، راه مخلوق لأجل الإنسان، عندك يسحبك على قبل شي واحد آخر، على قبل شي مخلوق آخر، راه هذه المخلوقات كلها اللي كاينة في الكون كله في الفضاء، أتكلم على الكون كله بالأرض وبالسماوات والنجوم والمجرات، وهذا الشيء كله اللي خلق الله تبارك وتعالى، والجنة وهذا الشيء كله اللي مخلوق، عاتل من مخلوق؟ راه مخلوق للإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء هذا الشيء اللي كتكون كله راه مخلوق لك انت. وهذا الشيء عبث ماشي عبث؟ عطينا عطينا عطينا، ولكن بالمقابل طلب، انا طلب منكم شي حوايج. هذا الابتلاء
انا غادي نعطيك كل شيء تحت يديك تحت التصرف ديالك، دير اللي بغيتي، وغنطلب منك شي حوايج. ف كاين واحد الحاجه سميتها الحساب، غتجي واحد النهار غتوقف بين يدي وغنقول لك عطيتك وعطيتك 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 وعطيتك، سخرت لك كل شيء، عطيتك داكشي اللي ما عطيت حتى شي مخلوق من المخلوقات، وطلبت منك واش درتي داكشي اللي طلبت منك؟ انا داكشي اللي وعدتك بها وعطيته لك كامل، داكشي اللي طلبت منك واش جبتيه ولا ما جبتيش؟ واش درتي ولا ما درتيش؟ واش اديتي الوظيفه اللي طلبت منك ولا ما اديتيهاش؟ واش درتي الواجب ولا ما درتيش؟ فلذلك هاد الناس هادو اللي شافوا بان الكون كله سخروا لهم الله تبارك وتعالى، ما يمكنش ربي عطيني هادشي كله وما طلب مني والو، هادشي راه سخرتي لي هادشي كامل لانك طالب مني شي حاجه. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ ماشي خلقنا الله تعالى هكذاك، دير اللي بغيتي، كل اللي بغيتي، سير فين ما بغيتي، لبس اللي بغيتي، تصرف فلوس كيف بغيتي. لا لا، راه كاين السيد ربي يقول لك لا، ها كاين هذه، كاين واحد الحاجه حلال وكبير، هذا الجانب، هذا هذه الدائره واسعه جدا، ووسط الدائرة الواسعة كاين واحد دائرة ضيقة سميتها دائرة الحرام. إياك أنك توصل الحرام، لبس اللي بغيتي، ولكن رد بالك راه كاينه واحد الحاجة سميتها العورة، ما عندك تبين شي بلايص. كل اللي بغيتي ولكن عندك راه كاين شي لحوم راني حرمتها عليك، شي طريقة إلى انتهت بها العمر ديال واحد الحيوان عندك تاكله، خصو يكون مذبوح، وخصو يكون داك الدم خرج، وخصو يكون ملي تذبح خصو يتذكر عليه اسم الله تعالى. شرب اللي بغيتي ولكن داك الشيء الذي يذهب العقل اياك ان تشربه. وانا غادي نخلقه وغادي يكون، راه كل ما نبغيش راه ما نخلقوش، ولكن انا غادي ندير لك ابتلاء وامتحان باش نشوفك. راه كان ممكن الله تعالى ما يخلقش الخمر اخي الكريم اختي الكريمه في الدنيا اصلا، توقعتها الجنه عاد كاينه، ولكن خلقها امتحان. كان ممكن ما تكونش هاد المخدرات هذه، ياك نباتات وكذا تخدر العقل وكذا، كان ممكن ما تخلقش هاد النباتات المخدره، ولكن راها ابتلاء وامتحان. كان ممكن اصلا ما يكونش الشيطان وما يغويش الناس، ولكن ابتلاء وامتحان باش يعرف الله، باش يشوف الله تعالى ونعرفوا حنايا شكون هما الناس الصادقين وشكون هما الناس. ياك الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم سبحانه وجل في علاه. اذا بكثرة التقرب ديالهم من الله تبارك وتعالى على قتل الخوف ديالهم، يخافون من النار. ثم في اهم هنا نبداو بالدعاء، ياك ربنا تحس ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يا رب طلبتي منا الإيمان ورا سمعنا المنادي ينادي للإيمان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا ربي راه آمنا به، يا ربي ورا تبعناه، سمعنا وآمنا. شوف واحد الملاحظة عجيبة جدا، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، سمعنا فآمنا، هذا هو الختام ديال آل عمران. واش ما تيذكركش أخي الكريم هذا الختام هذا بختام سورة البقرة؟ ياك فاش ربي تيقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. تما سمعنا واطعنا، هنا سمعنا فامنا. وفي القران الكريم كله غتلقى بان دائما شي مرات ربي ما كيذكر السمع والبصر، دائما يقدم السمع على البصر دائما في معظم ايات القران إلا في آية واحدة كتكلم في سياق القيامة، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. لأننا في الدنيا حنا سامعين، إمتى غنشوف في الآخرة
حنا دابا الإيمان يعتمد على السمع لا يعتمد على البصر، لكن في الآخرة في القيامة قالوا ربنا أبصرنا، كنا كنسمعوا بالصراط وكنا كنسمعوا بالميزان وكنا كنسمعوا بالحوض وكنا كنسمعوا بالنار وبالجنة، كنا شي كله كنا كنسمعوا به. كيتسمى في العقيدة هاد كيتسمى السمعيات، يعني أمور حنا سمعناها. ففي القيامة الإنسان شاف فقالوا ربنا أبصرنا الآن وسمعنا، راه في الدنيا كنا سمعنا. المؤمن سمع في الدنيا وآمن بقلبه وأبصر بقلبه. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما زلنا مع أواخر سورة آل عمران. هاد الآيات الجميلة اللي كلها يعني دعاء ربي سبحانه وتعالى، يصف الحال ديال هاد الناس، هادو هاد الناس الذاكرين، الناس المتفكرين في خلق السماوات والأرض، هاد الناس اللي هكذا بغى الله تبارك وتعالى يكونوا الناس، ناس موصولين به سبحانه وجل في علاه. فهاد الناس هادو يعني دعاء على طول، ذكر وتفكر ودعاء، يعني كتحس بأن متصلين بالله تبارك وتعالى. وحتى من الدعاء ديالهم أخي الكريم واختي الكريمة كتلقى ديك ربنا 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 ربنا، يعني كتحس بواحد النوع من التذلل وواحد النوع من الانكسار. وجايبين الدعاء بصيغة الجماعة، ياك إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اش تفهم منها اخي الكريم؟ تفهم منها بان هاد الناس ما جاهمش الغرور، وخا العباده والتقرب من الله تعالى مع ذلك ما فيهمش الغرور. ما قالش ربي اغفر لي واحد، لا، داروا الدعاء بصيغه الجماعه. احتي داروا الدعاء بصيغه الجماعه. وهكذا في القرآن كيعلمونا الأنبياء في الأدعية ديالهم كلها أنهم تتحس بتواضع في الدعاء، وكتحس بواحد الذل، وكتحس بأن النبي كيدعي وبغي يكون مع الناس. سيدنا يوسف كيقول ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يا رب أدخلني مع الصالحين ووصلني للصالحين وجعلني مع الصالحين. سيدنا سليمان كيقول أوزعني شكرا نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا ربي غير وصلني ودخلني معهم، أبي رحمتك يا ربي دخلني مع الصالحين. كتحس كين تذلل، كتحس بأن هاد الناس كيبغيو الخير للآخرين. هاو في الدعاء ما دارش ذاك الدعاء بوحده، دار دعاء جماعي. وهذا اللي بغى أن الدعاء دياله يكون مقبول عند الله تبارك وتعالى، يدعي للناس ويدعي للجماعة ويدعي مع الجماعة ديال المسلمين. كدعي هذا الدعاء هكذا جماعة كيكون أقرب إلى الإجابة من ذاك الدعاء اللي تيكون دعاء فردي. ياك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. في القرآن كي ربي تيتكلم على الذنوب وكيتكلم على السيئات. ملي كيقول لنا ذنوب كيتكلم على المغفرة، ملي تيقول السيئات كيتكلم على التكفير. والفرق بين الذنب والسيئة أخي الكريم واختي الكريمة أن الذنب هو الكبيرة، فالذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. فملي تيقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا فهنا كيتكلموا على الكبائر، ياك يا ربي اغفر لنا ديك الذنوب الكبائر اللي درنا اغفرها. والسيئات هي الصغائر، يا ربي كفر عنا السيئات. لذلك في الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كفارة بمعنى أن هذيك الصغائر كتمحى من صلاة لصلاة، هذيك الصغائر اللي دار الإنسان كتمشي. من جمعة الجمعة صلى الإنسان الجمعة وفي الأسبوع دار ذنوب وصغائر وكذا وكذا وكذا، تجي الجمعة الأخرى سيدي ربي كيكفر عليه ديك السيئات. رمضان رمضان سيدي ربي ديك السيئات اللي كانت بين هذا رمضان ورمضان الآخر مجتنبة الكبائر. الكبائر تحتاج إلى مغفرة،
مغفرة، كنتكلموا على المغفرة، كنتكلموا على توبة، أن الإنسان يجب أن يتوب من هذه الكبائر، يعني يكون إقلاع ويكون ندم ويكون عزم على عدم العودة والرجوع إليها، ويكون يعني إرجاع الحقوق إذا كانت تتعلق بالناس. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا زد وتوفنا مع الأبرار. هنا واحد الملمح آخر، أنهم يسألون الله تعالى حسن الخاتمة. يا ربي اليوم رأى احنا مؤمنين واحنا هزين كفوفنا لك، يا ربي بغينا نموت على الإيمان، وأعظم نعمة ممكن يعطيك الله تبارك وتعالى وأعظم عطاء هو أن يموت الإنسان على الإيمان. ما كاينش عطاء أكثر من هذا، كل شيء على الخاتمة. كذب عليك الكذب، كل شيء على الخاتمة. أعظم نعمة وأعظم كرامة أن الإنسان يموت وهو موحد، أنه يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم نعمة، فهم كيطلبوها. إنما الأعمال بالخواتيم. وتوفنا مع الأبرار، تفهم منها واحد المعنى آخر، يسألون حسن الخاتمة، وتفهم منها أيضا أن دماغهم مشغول بالموت، لأن داكشي اللي كتدعي فهذيك اللحظات اللي انت كتدعي بداكشي اللي شاغلك، بداكشي اللي كتفكر فيه، وداكشي اللي انت مهمم به. فهاد الناس مهمومين بالموت، كيفكروا دائما كيفكروا في العالم الاخر، كيفكروا في اللحظه الاخيره في الدنيا. فهذيك اللحظه بالنسبه ليهم لحظه حاسمه، ومشغولين بها ومهمومين بها، وكيطلبوا الله تبارك وتعالى انهم في هذيك اللحظه اللي يموتوا يكونوا من الصالحين. ياك داكشي علاش الله تعالى سيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا بأن الدعاء في الحج مستجب، الدعاء في الحج مستجب. الحجاج والعمر وفد الله دعاهم فأجابوا، إن سألوه أعطاهم. الدعوات اللي كيدعي الواحد في الحج كلها مقبولة ومستجابة. نهار عرفة بالخصوص هذيك الدعوات اللي كيدعيوا الناس، أي واحد داشي دعوة فيهم عرف. فربي ملي تكلم على هذا الشيء في القرآن الكريم قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. يسر لي الله تعالى وقف في عرفة، واش بقى كيطلب في عرفة؟ يا ربي اعطيني الصحيحة، يا ربي اصلح لي وليداتي، يا ربي اعطيني ندير هذه القضية، يا ربي. بقى كيطلب غير الدنيا في عرفة، طلب كل شيء الدنيا، ما طلبش الآخرة لأنه أصلا مشغول بالدنيا. فسيدي ربي يقول لك: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. جاب في السياق ديال الآية ديال الحج، وتعلمنا الله تعالى تيقول لنا لا تكونوش هكذا، ما تكونوش هكذا، تكونوش من الناس اللي التركيز ديالهم كله على الدنيا. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلنا ها كيفاش خصكم تكونوا؟ وقفتي في عرفة، طلب الله تعالى الدنيا وطلب الله الآخرة، وخصوصا خصوصا خصوصا اطلب أن الله تعالى ينجيك من النار وقنا عذاب النار. فإذا الإنسان كيدعي بذلك الأمور اللي هو مهموم بها. هاد الناس ميت تلقاتي يقول لك: وتوفنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، كتلقى بأن مهموم تتذكر الماضي ديالو، تتذكر داكشي اللي دار في الشباب والتفريط والتقصير اللي كان عنده في الشباب، فكيتذكر هذيك الاشياء وديك المعاصي اللي دار ومهموم بها. والمؤمن كيف قال سيدنا عبد الله بن مسعود: يرى ذنوبه كجبل يوشك ان يقع عليه، فوق راسه يوشك ان يقع عليه، كيخاف. بخلاف المنافق كيبان ليه الذنوب ديالو الكبائر بحال شي دبانه دازت من حدا نيفو، تيدير لها صافي حيدات. فإذا هاد الناس مهمومين بداك الماضي ديالهم، ديك الذنوب اللي داروا، ديك السيئات، مخلوعين راه دائما، ولا يقوم الليل يوميا ونص ساعة قبل الفجر كتلقاه في الجامع جالس كيتسنى الصلوات كلها، كي تكبيرات الإحرام ما كيفلتهاش، وتيقرا القرآن ختمة مورا ختمة، وكيدير الحج وتيمشي تيعتمر مرة وكيتصدق وكيدير، ولكن مع ذلك خايف، ومع ذلك تطلب الله تعالى لا يأمن مكر الله، وتقول يا ربي وتوفنا مع الأبرار، يا ربي ملي تقبط الروح يا ربي نكونوا من الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة. شوف يا ربي، آتنا ما وعدتنا على رسلك الجنة، الوعود اللي جات بها الرسل جميعا هي رحمة الله تعالى، ورحمة الله هي الجنة. ولا تخزينا يوم القيامة، يا ربي ما تحشمناش، يا ربي راه الناس هنايا في الدنيا كيشوفونا كيقولوا هذا السيد راه من الصالحين، يا ربي ما تحشمناش بين يديك، يا ربي ما تحشمناش في القيامة،
يا ربي ما يشوفوش فينا الناس واحد الشوفه هنا تيقولوا بانه راه من عمار المساجد ومن الصالحين ويوم القيامه نصدق ما درت حاجه. نسال الله السلامه والعافيه ولا تخزينا يوم القيامه. انك لا تخلف الميعاد. حاجه يا ربي واش انت تخلف الميعاد؟ وعدك حق. شوف فاستجاب لهم ربهم. استجبت لكم. وديك الفاء للتعقيب مباشرة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كاينة شي حاجة كضيع، كاع داكشي اللي درتو راه مسجل عندي وما غاديش نضيعكم فيه. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. حنا عندنا في الإسلام أخي الكريم ما كاينش فرق بين الذكر والأنثى. حنا قبلت الله تبارك وتعالى سواسية، كيف أن الرجل فرض عليه الله تعالى أمور راه فرض على المرأة، كيف أن الرجل تتكتب عليه السيئات راه كتكتب السيئات على المرأة، كيف أن الرجل كتكتب عليه الحسنات راه المرأة هي تتكتب عليه الحسنات. إحنا كلنا سواسية قدام الله تبارك وتعالى. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا الهجرة، هذوك الناس القرآن راه كيخاطبنا إحنا في كل زمان ومكان. الناس اللي نزل فيهم القرآن هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة، ياك. إحنا اليوم احنا في بلاد الاسلام ما كاين لا هجره الاول، صافي لا هجره بعد الفتح. لما فتحت مكه ما بقاتش الهجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد ونيه. الهجره اللي كاينه اليوم شنو هي؟ هي هجره المعاصي، هجره العادات السيئه، هجره المصائب، هجره كاع داكشي اللي كيبعد على الله تبارك وتعالى تهجره. فالذين هاجروا، تخيل شي واحد مثلا كان تيدير واحد المعصيه معينه ومصاحب مع واحد الرفقه سيئه وكذا وكذا ويحبهم ومتعلق بهم وكيدير شي حوايج اللي هو عارف بانها معصيه وعزيزه عليه ومتعلق بها، ولكن على ود الله تبارك وتعالى بغى يهاجر هادشي كامل، بغى يهاجر هادشي كامل. قال تعالى فالذين هاجروا خلوا هادشي كامل وجاو عندي واخرجوا من ديارهم. كاين ياك الناس تكرفصات في مكة المكرمة، كاين الناس اللي هم هاجروا من تلقاء أنفسهم بغاو، ولكن كاين الناس اللي تأذوا يعني خرجوا بالسيف عليهم، خرجوا من مكة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. هاد الناس كلهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وشوف هنا أخي الكريم واحد الملمح جميل، ما قالش لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أغفرن ذنوبهم، ذكر غير السيئات اللي هي الصغائر. كأن الله تبارك وتعالى باغي يقول لنا هاد الناس اللي داروا هاد التضحيات كلها من أجلي، واخا يكونوا داروا كبائر في حياتهم، هذيك الكبائر كأنها صغائر. أنا بالنسبة لي الآن ولات صغائر بكثرة ما ديك التضحيات اللي داروا من أجلي، أنهم خلاو ما يحبون من أجلي، خلاو أوذوا في سبيلي من أجلي، قتلوا من أجلي، قتلوا من أجلي. فهذيك واخا يكونوا داروا كبائر فكل شيء ولا صغائر. وأنا أتذكر الآن القول ديال سيدنا البصيري في البرده، ملي كيقول تدوي مع نفسه كيقول لها يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. راه ربي إلا كتب لنا المغفرة راه الكبائر اللي نكونوا درنا في حياتنا غادي تولي كأنها صغيرة كاللمم، هذيك صغار الذنوب. إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. فإذا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ويختم الله تبارك وتعالى ويقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. عندك تشوف الناس اللي بعد على الله، الناس المشركين، الناس الذين لا يعبدون الله، وتشوفهم متعين في الدنيا ومبرعين في الدنيا وكيعيشوا الرفاهية وكيعيشوا النعيم، إياك أن تغتر وتقول ويليك ما احنا غضب علينا الله تعالى، ياك ما احنا ما راضيش علينا وسيدي ربي هما اللي مبرعين هما اللي متعين. تقول إياك أن تغتر، متاع قليل، هادشي كله راه الدنيا، شحال غيتمتعوا في الدنيا، شحال العمر ديال الدنيا كله في الآخرة. احنا اليوم في حال 2020 راه يوم القيامة بوحدو 50,000 عام عباد الله. احنا في 2020 يلا 1000 و1000، يوم القيامة بوحده 50,000 سنة. إذا شحال التمتع كله في الدنيا، شحال العمر ديال الدنيا كلها، شحال راه لا شيء. هذه غير القيامة اللي هو يوم واحد، فما بالك بالآخرة اللي هي زائد ما لا نهاية. فالله يجعلنا من السعداء، والله يكتبنا جميعا من الأبرار، وتوفنا مع الأبرار.
أتمنى من كل قلبي وأعيد هذه الأمنية هذه، أتمنى أن اللي يسمع اليوم هذه الآيات أن يحفظها. إلا ما كانش حافظها، أنا أعتقد أن الأغلبية فيكم حافظينها تبارك الله عليكم، ولكن اللي ما حافظهاش أو اللي مرونة ما زال عنده شوية فإجلس لها واحد قليسة ويعطيها واحد ساعة ولا سويعات المقانة ويحفظها. آيات جميلة جدا، ويبقى يتدبر فيها ويتأمل فيها ويقراها ويتمتع بها. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نفع الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو مولانا ونعم النصير. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر بشرى مفتاح الخير التي رافقتنا في الهندسة الصوتية، والشكر موصول لأحمد الفلاحي الذي كان معنا في الإخراج وتنسيق الفقرات. كان معكم من وراء الميديا عبد المجيد أمزال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا وإياكم بحقائق أهل القرب، وأن يسلك بنا مسالك أهل الحب، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. يا رب اجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، ورأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من صالح الدعوات، غدا تلتقيكم الزميلة رجاء اللوني، أما أنا فألتقيكم يوم الأربعاء المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.